مشاهدينا مساء الخير، نشرة الثامنة من قناة الموريتانية، نبدأها بأبرز العناوين. نواكشوط تحتضن الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية للبرنامج الجهوي لتثمين شعبة الألبان والطاقة الشمسية. قطاع العدل يختتم في نواذيب أشغال ورشة تكوينية حول معايير التعامل مع الأطفال المتنازعين مع القانون. تنظيم ملتقى تشاوري بنواكشوط حول التقرير الخاص بضمان الأمن الغذائي والقضاء على الجوع في أفق 2030. مشاهدينا أهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ هذه النشرة ببريد رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز، حيث وجه سيادته برقية تهنئة إلى صاحب الفخامة ألكسندر فان دير بيلين رئيس جمهورية النمسا بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وأكد رئيس الجمهورية لرئيس جمهورية النمسا حرص بلادنا على مواصلة العمل من أجل تعزيز علاقات التعاون المتميزة القائمة بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة لشعبيهما الصديقين. كما وجه رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز برقية تهنئة إلى صاحب الفخامة السيد شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية والأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني. صاحب الفخامة، يطيب لي أن أتوجه إليكم بأحر التهاني وأصدق الأماني بمناسبة إعادة انتخابكم أمينا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني خلال انعقاد مؤتمره 19. إن الإنجازات العظيمة التي تحققت للشعب الصيني الصديق خلال مأموريتكم الأولى تبرهن بجلاء على قدراتكم القيادية المتميزة وفكركم الاستراتيجي الذي يستشرف المستقبل الزاهر للشعب الصيني ويثبت دعائم السلم الدولية، وهو ما حدا بالمؤتمر 19 للحزب الشيوعي الصيني لاعتماد فكركم النير ضمن منظومته العقدية. وأؤكد لكم حرصنا على مواصلة العمل من أجل تعزيز علاقات التعاون المتميزة القائمة بين بلدينا بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الصديقين. وتفضل صاحب الفخامة بقبول أسمى آيات التقدير محمد والعبد العزيز. عقدت اللجنة التوجيهية للبرنامج الجهوي لتثمين شعبة الألبان والطاقة الشمسية صباح اليوم اجتماعها الثاني في نواكشوط. يهدف المشروع من بين أمور أخرى إلى تعزيز القدرة الاقتصادية للمنمين وخلق شراكة بين الفاعلين العموميين والخصوصيين داخل القطاع. الاجتماع الثاني للجنة التوجيه الجهوية للبرنامج الجهوي لتثمين شعبة الألبان والطاقة الشمسية، والذي يهدف إلى إضفاء الطابع المهني على نظم تجميع الألبان عن طريق إنشاء مؤسسات ريفية صغيرة، وكذا خلق شراكة بين الفاعلين العموميين والخصوصيين ذات طابع جماعي كآلية لتنمية توسيع سوق اللبن. كما أن هذا المشروع يضع المقاولة الريفية في صلب مقاربته من خلال توفير محطات عاملة بالطاقة الشمسية للفاعلين المحليين. إن البرنامج الجهوي لتثمين شعبة الألبان والطاقة الشمسية وبرنامج تنموي يضع الشراكة الريفية في قلب المقاربة من خلال تجهيز محطات تجميع الألبان وحفظها ووضع تلك المنصات العاملة بالطاقة الشمسية تحت تصرف الفاعلين خاصة النساء على المستوى القاعدي لتمكينهن من حفظ الألبان، كما أنه يشفع تلك المقاربة بشراكة ذات طابع توجيهي وجمعوي. إن هذا المشروع الممول من طرف الاتحاد الأوروبي وبغلاف مالي يبلغ 6.9 مليون أورو ولمدة 48 شهرا، بينما تتولى تنفيذه المنظمات الغير الحكومية هما منظمة أندا إنرجي السنغالية ومنظمة إيكوديف الموريتانية بالشراكة مع كل من إنرجي 2050 وأسبوم. سيكون لا محالة له الإدارة الإيجابية على الإنتاج والمنتجين في بلدنا. رئيس منظمة إيكوديف السيد سيدي محمد رمين خليفو قال إن هذا الاجتماع الثاني بعد اجتماع السنغال السنة الماضية يمثل مثالا حيا على التعاون والتنسيق بين هيئته ومنظمة إندا إنرجي السنغالية، واضحا أن هذا المشروع يجسد أهمية إدراج المنظمات غير الحكومية الناشطة في المجال من أجل تكامل الجهود خدمة للتنمية المحلية. أبا مدير منظمة إندا إنرجي السنغالية
السيد سوكو سار، فقد شكر الحكومة الموريتانية على ما بذلته من جهد لتقديم مشاركتها في هذا المشروع الشهوي الذي يجمع بين البلدين، وقال إن هذا المشروع يضم عدة مكونات تعتبر أساسية في نجاح عمله، خاصة أن الألبان تتطلب الجودة والنوعية. المشاركون في هذا الاجتماع من خبراء ومهتمين بالمجال تابعوا عروضا مفصلة عن أهداف هذا المشروع ومكوناته وخصائصه الفنية. خلال حفل أقيم بالمناسبة بالعاصمة الغامبية بنجول، قدم صاحب السعادة سيد الحسن العوان أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة وكامل السلطة للجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى فخامة سيد آدما بارو رئيس جمهورية غامبيا. إلى مدينة واذيبو، حيث اختتمت ظهر اليوم بمركز استقبال وإعادة الدمج الاجتماعي للأطفال المتنازعين مع القانون أشغال الورشة التكوينية حول المعايير القانونية المتعلقة بالتعامل مع الأطفال المتنازعين مع القانون. شارك في هذه الورشة قضاة الولاية الشمالية المعنيون بقضاء الأحداث. بعد يومين من النقاشات والمحاضرات، اختتمت أعمال الورشة التكوينية حول المعايير القانونية المتعلقة بالتعامل مع الأطفال المتنازعين مع القانون، وذلك بمشاركة عدد من القضاة وكتاب الضبط العاملين في حقل الأحداث في الولايات الشمالية من البلاد. وقد سمحت هذه الورشة بتعزيز قدرات المشاركين من خلال تقديم عروض قانونية من قبل خبراء في مجال العدالة. إن هذا اللقاء العلمي والمهني يندرج في نطاق برامج وزارة العدل الهادفة إلى الرقي بالمصادر البشرية ورفضها بالمعلومات والمهارات التي تمكنها من أداء عملها في أحسن الظروف وبكفاءة عالية. ونحن في وزارة العدل نسعى دائما إلى تكثيف التكوين المستمر وتنويعه ليشمل كافة الأسرة القضائية ويطال مختلف المواضيع العلمية والعملية. ممثل الاتحاد الأوروبي أشاد بمستوى النقاشات وما أتاحت من تبادل الخبرات والأراء من شأنها أن تعزز من قدرات الفاعلين في مجال الأحداث، وتطرق إلى أهمية التعاون بين قطاع العدالة والاتحاد الأوروبي ومنظمة أرض الرجال الإيطالية والذي شمل مجالات الدعم والتكوين والتأطير. أما المدير العام لمركز استقبال وإعادة الدمج الاجتماعي للأطفال المتنازعين مع القانون، فقد أشاد بمستوى النقاشات وما سمحت به في دعم تصور المركز وتطوير تدخلاته المستقبلية، ونوه السيد محمد فال واليوسف بدور الخبراء في إثراء النقاشات، وتطرق إلى أهمية تحسين واقع مركز واذيبو من أجل القيام بمهامه على أكمل وجه. ويلعب مركز استقبال وإعادة الدمج الاجتماعي للأطفال في واذيبو دورا مهما في تأهيل هذه الشريحة، ويقدم العون الاجتماعي لها حتى تساهم في بناء الوطن والمشاركة الفعالة في مختلف أوجه الحياة العامة. وهنا في نواكشوط، بدأت صباح اليوم أعمال ملتقى تشاوري حول التقرير الخاص بضمان الأمن الغذائي والقضاء على الجوع في أفق 2030، وستعكف لجان العمل خلال اللقاء على إثراء التقرير وإبراز ملاحظات المشاركين حوله. يهدف هذا اللقاء التشاوري إلى نقاش التقرير الخاص بضمان الأمن الغذائي والقضاء على الجوع في أفق 2030، وقد دعي لهذا اللقاء ممثلون عن قطاعات وزارية متعددة وهيئات المجتمع المدني والشركاء الفنيين بغية نقاش خارطة الطريق التي يتضمنها التقرير من أجل إثراء وكشف النواقص التي قد تلاحظ من طرف المشاركين. 3 أيام ستكون فرصة لدراسة المسائل المتعلقة بالحالة الغذائية مع مراعاة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، خاصة تلك المتعلقة منها بالأهداف المرحلية 5 والتي يتضمنها الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة. ينبغي تكريس جزء من عملكم لدراسة خارطة الطريق، وهي وثيقة أساسية تلخص نتائج واستنتاجات التقرير من أجل استكماله وإثرائه وتحسينه لجعله نصا مرجعيا يخضع تحت إشراف الحكومة والشركاء لتقييم الدور لقياس التقدم المحرز وإجراء تعديلات واتخاذ التدابير المناسبة.
وفي هذا السياق تؤكد الحكومة من جديد اهتمامها باستراتيجية استعراض تقرير القضاء على الجوع واستعدادها لمراعاة التوصيات والاستنتاجات المنبثقة عنه واعتماد آلية متابعة وتحديث خارطة الطريق المقترحة لضمان تنفيذها الكامل والناجح بالتعاون الوثيق مع جميع الأطراف المعنية. جان نويل جانتيل ممثل برنامج الغذاء العالمي في بلادنا شكر باسم هيئته الحكومة الموريتانية على التسهيلات التي منحتها طيلة إعداد التقرير، مثمنا دور الباحثين والخبراء المشرفين على إعداد الوثيقة المعروضة للنقاش. حفل الافتتاح تميز بتقديم تشخيص لوضعية الأمن الغذائي والقطاعات الإنتاجية والمراجعة الاستراتيجية للأمن الغذائي والتغذية من أجل بلوغ هدف القضاء على الجوع في أفق 2030. ونلفت عنايتكم مشاهدينا الكرام لأن حلقة الليلة من برنامج تحت الضوء التي تأتيكم بعد هذه النشرة تتناول موضوع هذه الورشة. في المجال البيئي انطلقت صباح اليوم أشغال ورشة تشاورية حول التسيير البيئي للوسط البحري والشاطئي. تهدف الورشة إلى تقييم مستوى التشاور والاستراتيجيات المتبعة في مجال الوسط البيئي البحري. تسعى هذه الورشة المنظمة من طرف وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون التقني إلى تعزيز الروابط بين الأطراف المعنية بتسيير المجال البحري والشاطئي الموريتاني. فعلى مدى هذا اللقاء سيتلقى المشاركون عروضا ونقاشات تتناول السبل الكفيلة بالمحافظة على التنوع البيولوجي وكيفية تسيير الموارد البحرية والشاطئية. المستشارة الفنية المكلفة بالبيئة البحرية والشاطئ ألقت كلمة بيّنت فيها نسبة سكان الداخل الذين يعيشون على الشاطئ ومدى التطور الحاصل في هذا المجال. لقد انتقلت نسبة سكان الداخل من 90% في السبعينيات إلى قرابة 40% يعيشون على الشاطئ اليوم، كما انتقل إسهام النشاطات المرتبطة بالبحر في الناتج الداخلي العام والمحاصيل الميزانية من نسبة ضئيلة في الستينيات إلى حصة كبيرة في السنوات 2000، ولا يبدو أن هذا الاتجاه سيتغير. وكما تعلمون حدثت اكتشافات هامة من ضمنها منجم الغاز الذي سنستغله مستقبلا مع جيراننا وأشقائنا السنغاليين، الأمر الذي يتوقع أن يزيح إلى البحر مركز ثقل اقتصادنا بالنظر أيضا إلى النمو المضطرد لقطاع الصيد. لكن هذا المجال الذي يمثل مخزونا تنمويا رائعا يشكل أيضا وسطا هشا وغير معروف تماما، ويتجلى من ذلك ضرورة توجيه الاستخدامات عبر سياسات عمومية تعتمد منظور التنمية المستديمة من أجل المحافظة على احتياطي تجدد المورد الصيدي وبالتالي احتياطي قطاع الصيد الذي هو ركن أساسي في الاقتصاد الوطني. بدورها أكدت منسقة برنامج تسيير الموارد الطبيعية بالوكالة الألمانية للتعاون التقني ماريا فيتش أهمية هذه الورشة التي سيتم فيها نقاش مواضيع مهمة تسلط الضوء على العراقيل التي تقف أمام تفعيل الموارد البحرية والشاطئية، موضحة أن هذا اللقاء يشكل فرصة لنقاش هذه العراقيل ويبحث عن الحلول المناسبة لها. مشاهدينا من البيئة إلى جديد الاقتصاد هذا المساء مع محمد بديدي. مساء الخير محمد. مساء النور زميلي القادية، أهلا بكم مشاهدينا الكرام من نشرة اقتصادية لكن بعد الفاصل. نبدأ النشرة الاقتصادية كالمعتاد بأسعار أهم العملات العالمية مقابل الأوقية حسب بيانات البنك المركزي الموريتاني.
استقرت أسعار النفط اليوم قرب على مستوى لها خلال أربعة أسابيع، والذي بلغته أمس مدعومة بتصريحات سعودية بشأن إنهاء تخمة المعروض. وزاد خام برنت 8 سنتات ليصل إلى 58.41 دولار للبرميل بعد ارتفاعه ب 96 سنتا أمس. وجرى تداول الخام الأمريكي عند 52.38 دولار للبرميل بانخفاض 9 سنتات. وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قد قال إن التركيز لا يزال متواصلا على خفض مخزونات النفط في الدول الصناعية حتى تصل إلى متوسطها في 5 أعوام. شهدت المواني المصرية اليوم نشاطا مكثفا في حركة السفن والشاحنات، وأفادت الإحصائيات بوصول ومغادرة ما يناهز 2100 راكب بمواني البحر الأحمر، علاوة على حركة 510 شاحنات محملة بالبضائع والمحروقات. صرح المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية رضا الغندور أن الميناء شهد اليوم نشاطا واسعا في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية، فيما شهدت مواني أخرى في المنطقة حركة مماثلة. فيما لي مشاهدينا الكرام نتابع جديد أهم الأسهم والمؤشرات في الأسواق المالية العالمية. النشرة الاقتصادية مشاهدينا الكرام انتهت، لكن النشرة الثامنة ما زالت متواصلة، صحبة زميلتي الغالية متع مرشين بعد الفاصل. لك محمد. مشاهدينا، عقدت إدارة مهرجان أردين اليوم بالعاصمة مؤتمرا صحفيا، وذلك للحديث عن آخر التحضيرات الجارية لإطلاق النسخة الأولى من مهرجان أردين المقرر أن ينطلق السبت المقبل. وأبرزت مديرة المهرجان ورئيسة جمعية النساء الفنانات السيدة عشة منشغالي خصوصية آلة أردين الموسيقية لدى الموريتانيين الذين أسهموا بجميع مكوناتهم في صناعتها وإثرائها، مما جعلها رمزا لوحدتهم الوطنية. وأضافت أن المهرجان سيستغرق يومين وستشمل فعاليات عروضا ومحاضرات عن طبيعة هذه الآلة الموسيقية العريقة ونشأتها ومكوناتها وأول من عزف عليها، إضافة إلى حفلات فنية منوعة ومعرضا للوحات الفنية سينظمه اتحاد الفنانين التشكيليين. حضر المؤتمر الصحفي فنانون وإعلاميون ومهتمون بالشأن الثقافي، وتميز بردود وفية من طرف مديرة المهرجان على تساؤلات الإعلاميين الذين حضروا هذا المؤتمر. إلى جديد الملاعب مشاهدينا هذا المساء مع وردة متبا. مساء الخير وردة. مساء الخير. نشرة الرياضة بعد قليل. أهلا بكم. أعلنت العصبة المشرفة على تنظيم بطولات كرة القدم الوطنية عن تعديل في الجدول الزمني للمباريات الجولتين الخامسة والسادسة من الدوري المحلي. يأتي ذلك من أجل إتاحة الفرصة المعسكرة لتحضير المقرر أن يقيمه المنتخب المحلي في المغرب ما بين 5 و12 من الشهر المقبل. تم تقديم بعض المباريات حيث ستقام مواجهات الجولة الخامسة من المسابقة يوم 28 من أكتوبر الجاري، بينما تلعب مباريات الجولة السادسة يوم 2 و3 و4 من شهر نوفمبر المقبل. كشف مصدر في الاتحاد الوطني لكرة القدم عن أن مكتب الحكام الذي يتولى إدارة خبير تحكيم جزائري سيصدر عقوبة بالإيقاف ضد الحكم الذي أدار مباراة الحرس الوطني وتفرغ زينة في الجولة الرابعة من الدوري المحلي التي عرفت بعض الأخطاء التحكيمية. وأكد المصدر أن جميع الأدلة توحي بأن الهدف الثاني الذي سجله نادي الحرس وألقاه الحكم بعد دقائق من احتسابه كان صحيحا ولا توجد أي مخالفة ضد الحرس كما أدعي الحكم أو كما أدعى الحكم. وكان الحكم المذكور قد ألقى السبت الماضي هدفا لنادي الحرس الوطني خلال مباراة مع تفرق زينة بعدما احتسبه بشكل رسمي، ما أثار جدلا واسعا على المستوى المحلي.
بدأت بمدينة روسا روسو الدورة التكوينية لصالح مدربي كرة السلة الذين يدربون في الدوري المحلي المنظمة من طرف الاتحاد الوطني لكرة السلة، وذلك بمشاركة 15 مدربا بينهم ثلاثة نساء. يتولى الإشراف على التدريب في هذه الدورة التكوينية الخبير الفني ميدوراج ماردونو فيتش المبعوث من طرف الاتحاد الدولي للعبة. الاتحادية الوطنية لكرة السلة التهمت فعاليات هذه الدورة التدريبية الدولية لصالح مدربي فرق كرة السلة الوطنية، وهي الدورة المنظمة من طرف اتحادية اللعبة بالتعاون الفني مع الاتحادية الدولية لكرة السلة فيبا. رئيس الاتحادية الوطنية لكرة السلة السيد فال يوسف أعرب في كلمة له بمناسبة انطلاق هذه الدورة التكوينية عن أهميتها البالغة في تأهيل وتزويد الكادر الفني لهذه اللعبة الأولمبية بآخر المستجدات والمهارات التي تخول لهم تأطير لفرق الرياضية للعبة بشكل أفضل وفق المعايير الدولية، شاكرا في هذا الصدد الاتحاد الدولي لكرة السلة على دعمه ووقوفه الدائم مع الاتحاد الموريتاني للعبة، وذلك ما سيكون له الأثر الإيجابي يضيف على تطور وترقية هذه الرياضة على الصعيد الوطني. الدورة التدريبية المفتتحة ستدوم أشغالها مدة أسبوع، وستقدم خلالها معلومات نظرية وأخرى تطبيقية من طرف الخبير الدولي المشرف على تأطيرها. نهاية نشرة الرياضة، شكرا لمتابعتكم، عودة إلى الزميل الغالي عمرشي. شكرا لك وردة. مشاهدينا، ختاما لهذه النشرة نذكر بأبرز ما جاء فيها. نواكشوط تحتضن الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية للبرنامج الجهوي لتثمين شعبة الألبان والطاقة الشمسية. قطاع العدل يختتم في نواذيب أشغال ورشة تكوينية حول معايير التعامل مع الأطفال المتنازعين مع القانون. تنظيم ملتقى تشاوري بنواكشوط حول التقرير الخاص بضمان الأمن الغذائي والقضاء على الجوع في أفق عام 2030. مشاهدينا، انتهت النشرة، شكرا لكم على كرم المتابعة، نلتقي بإذن الله في نشرة منتصف الليلة. إلى ذلكم الحين في أمان الله، بعد قليل تحت الضوء مع أحمد ورشيد المختار، إلى اللقاء.